عهدا علي إن وصلت مقامه لا أمرغ الخدين في العتبات ولا أدخلن مسلما فسلامي يحظى برد من كريم الذات. عهدا علي إن وصلت ضريحه لو وقفت في باب الهدى متوسلا ولصرت في ذاك المكان طريحا حتى أحظى بالقبول وأغسلا. عهدا علي إن وقفت بغبره لشهدت أنه مرسل ونبي وشهدت بالحلم الجميل وصبره وشهدت أنك يا محمد ضيوف.